لكم كلمة وقفي هنا بس ابغاكم لان بقدم لكم شيء. شنو؟ والله بقدم لكم شيء. تعال تعال ابو زيد. الله ابو نايف. قوم ابو نايف قوم. بسم الله. قوموا يا رجال. قوموا يا رجال. شنو الحلقة الأخيرة ذي؟ يا أخي والله العظيم شو الاثنين ذولا قسما بالله أمس واقف بينهم في اليوتيوب. شفتوني أمس كيف واقف بينهم؟ عموما أول شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يقول لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث. تمام. وانا والله العظيم اطلبكم بجاهي وبحقي عليكم فهمت علي انكم تقبلون جاهي وجاه اخوياكم بوجيههم كلهم انكم تصلحون وتسمحون عن بعض لانكم والله العظيم اخوان وتحبون بعض لان انا اعرف اللي بقلب يزيد على ابو رزيق واللي بقلب ابو رزيق على يزيد انكم تحبون بعض فانا اطلبكم بجاهي وجاه اخوياكم تصلحون على بعض تكفون يا عيال تكفون طلبه والله مرفوع مطلوب انا يدي مصابه خلينا نرفع انا حبه خشوم حب خشوم بعضكم انا طالبكم الله يعزكم سامي الله يبيض وجهك والحمد لله واللي صار وانتهى والحمد لله هاتوا الاخوان وعزيزين يا ابو زيد ما علينا يا حبيبي ما علينا عليك الماية هي علاية ومشيت بالمشاية يا علاية سنيارنا ويصير سير السفينة قلبي على الغالي تزايد حنينة سنيارنا ويصير سير السفينة قلبي على الغالي تزايد حنينة فلتن بنومه نومه ولا زاده معنا يخون يخون في بعاده نومه ولا زاده نجيبها كلها معنا كمان حلوه بنجيبها هذه صح 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 حلوه طيب تكلم يا صاحبي بيض الله وجهك وجيهكم والله هذا مشاعركم وانت كبيرنا قد قلناه من قبل وانت تسد عن اخوانك واخوانك هذولا هم اخوان ابو رزيقه هم اخوان يزيد واللي صار ما نرضاه ولو كان بسيط بس برضو ما نرضاه لان فعلا قلوبنا على بعض وقريبين جدا من بعض فحتى الشيء البسيط ياثر انا فشكرا شكرا شكرا نتصالح هنا عشان نكسب ما عليه بعض الخلافات يا زينة تبين القلوب وتبين المحبة الحقيقية صدق حنا اي والله الله يسعدكم عطونا بس ويخليكم بس عندي كلمة ودي اقولها سم اول شيء الله يبيض وجيهكم ويجمل حالكم وهذا ما عهدناه منكم والله انتم ان كان الناس ما يحتاج بغض النظر عن مشاكل تهديد ام كلام فاضي زعل رفع صوتي رفعت صوتي هذا الموضوع كله تماما ما له دخل انتم اخوان لكن رساله اوجهها بكل صراحه اوجهها للناس كلها يا جماعه الخير اذا صارت مشكله بينك وبين اخوك بينك وبين صديقك بينك وبين رفيقك ترى اقسم بالله والذي نفسي بيده ان الانسان العدو يتمتع برؤيه هذه المشاهد ويستغل بعض المواقف يستغل بعض المواقف فيعني المشكله من يوم انها صغيره مشكله هي ما نقول مشكله نعترف انها مشكله لكن صغيره فتكبر بشكل يا رجل في مشاكل صارت بسيطه ادت الى القتل بين بعض الحمد انت انا اتكلم عن امور ثانيه لا ما اتكلم عن وضعي انا وبرزيقه انا وبرزيقه انا اتكلم رساله هذه عامه للناس والله مشكله بسيطه اقسم بالله تلقى ناس في كل انسان له اعداء كل انسان له اعداء ويستغل هذه المواقف ويعرج عليها ويمكن ما عنده سالفه الا هالسالفه ذي فعلا ولازم واحد يبادر ولازم الواحد كلهم مبادرين ابو رزيقه ويزيد كلهم مبادرين لو انا اعلم انهم ما هم محبين لبعض ممكن ما نجحوا لكن اعلم انهم يحبون بعض ولا يا ابو رزيقه حتى ينظرون في بعض بعيد كذا ابتسامة بطني قد بيقوموني لا أنا شباب شباب خلوني أقول كلمة تكفون أول شيء الله يديم المحبة بيننا جميعا أمين والحمد لله أبو رزيقة ويزيد وخوتهم يعني علمون على رأسه نار
من راس على راس على من اللي هي. المهم اللي يقول يا شباب، اللي يقول يا شباب، انا نخاطب جمهورنا الحبيب، حنا والله العظيم فرد فرد نحبكم، حنا والله العظيم نعتبر مكسبكم هو النجاح، لكن الانسان اذا لم يكن محضر خير لا تحضر، قل خيرا او اصمت، بتقول شيء يحب الانفس ويزيد الالفه، قل ما عندك الا شيء بيزيد النفره او بيسبب مشكله اصمت ابتغاء لمرات الله سبحانه وتعالى وابتغاء للاجر في ذلك. فالله يجزاهم خير وهم المكسب بعد الله في بعدكم بعد الله. الله اجركم. نسمع السعاده من السعاده. رساله شكر بس للجمهور ككل. أيوة. ككل الجمهور كل... والله يا شفت يا لنا جمهور راقي والله العظيم. يرسلون رسائل يا جماعة الخير، والله إن باليوم خمس ست رسائل، لازم الموضوع ينحل، لازم الموضوع ينحل فعلا. ناس مستشعلة مسؤولية، مستشعلة معنى الصداقة، مستشعلة جمهور راقي، أثرت علينا كل جمهور سامي بكل صراحة. السعادة مع السعادة، السعادة شباب عرقنا والله من السعادة من الحب يا فرزيق انت ويزيد والله من الحب. أولا يا شباب الكلام كله حيكون عند حبيبنا طبعا سفير السعادة. هو بس عبارة عن ستارك الكديه. حلو سفير السعادة. يا شباب أنا أكثر واحد في البرنامج هذا. يا شباب. ثلاثة صفر جنبات. والله نوقف معه انخصم عليه كثير. والله جدا في المايك. الكلام عند سفير السعادة. هذا من الحب قفلت المايك عشان. يا رجال أقسم بالله يا التعبير هنا يتوقف صدق. في مثل هذا المواقف ان التعبير